إذن طقس ربيعي ما زال عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ورح نشهد بالأيام اللي جاية ارتفاع بدرجات الحرارة، وخاصة نهار الخميس اللي متوقعين توصل ل 30 درجة. بالعودة لليل، الحرارة ببيروت عم تسجل 14 درجة، 9 درجات ببعلبك، 8 بزحلة و3 درجات بالأرز. بكرة الطقس عم بيكون غائم جزئيا، بكرة الحرارة ببيروت عم توصل ل 27 درجة، 18 درجة بالأرز، 26 درجة ببعلبك و26 بزحلة و25 درجة بسور. رياح لبكره عم تكون جنوبيه غربيه، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حراره المي 20 درجه، اما نسبه الرطوبه فعم تتراوح بين ال 55 وال 85%. طقس الايام اللي جاي على الشكل التالي: بكره الاربعاء 27 درجه، طقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. لنهار الخميس ارتفاع درجات الحراره عم توصل 30 درجه، وممكن نوصل اكثر من 30 درجه كمان. لنهار الجمعه انخفاض ل 26 درجه، اما نهار السبت ل 23 درجه، والطقس عم بيكون قليل غيوم لغائم جزئيا. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليله. عوده لعندي كريمي وياسبك. شكرا فاديه.